تعتبر صناعة الحلوى العمانية من الصناعات القديمة التي توارثتها الأجيال العمانية منذ قرون عديدة للمحافظة على موروث أجدادهم الأصيل والتي تتواجد في جميع مناسباتهم الاجتماعية والرسمية. نعم جمال، تتعدد أنواع الحلوى العمانية بحسب مكوناتها، إلا أنها بمختلف المكونات وتنوع الأذواق تعتبر رمز للضيافة العمانية الأصيلة. الحلوى العمانية لطالما كانت رمزا للضيافة والكرم العماني في مختلف الأزمنة، فقد نشأت صناعة هذه الحلوى منذ أكثر من 700 عام وتوارثتها الأجيال حتى يومنا الحاضر، ما أكسبها شهرة واسعة. نشأت صناعة الحلوى العمانية من أكثر من 700 سنة وتوارثها الأجيال من جيل لجيل، فصار لها تطور إلى أن صارت أشهر حلوى في العالم. وتتعدد أنواع الحلوى العمانية بحسب مكوناتها، ويصل الوقت المستغرق لإعدادها إلى نحو 3 ساعات. أنواع الحلوى عندي الحلوى الخاصة اللي هي أساسيات الحلوى، والحلوى السلطانية اللي هي على الطريقة التقليدية من ماي ورد اللي هو ماي ورد جبل الأخضر والسكر العماني، وعندي الحلوى بالعسل والحلوى بالتين وحلوى اللبان وحلوى الحليب. وخلال مشاركة المنتجين العمانيين في مختلف المعارض والفعاليات في الوطن العربي، تحظى الحلوى العمانية بإقبال كبير من قبل الزوار الراغبين تجربة مذاقها الفريد، كما يحرص زوار السلطنة على أن تكون الحلوى العمانية ضمن الهدايا التي يأخذونها عند العودة لبلدانهم كونها رمزا للضيافة والكرم.